تسلم ايدك يا مالك. صباح الخير يا معلم طباح. صباح النور يا اخويا. ممكن اقعد؟ ليه؟ تعبت من الوقفه؟ لا لا ما تعبش ابدا يا معلمه، ده انا شاطر، شاطر حجري. بس كان في موضوع كده عايز اتكلم معاك فيه. خير؟ انا عارف ان انت الايد اليمين للمعلم الديناري. الناس كلها بتقول كده. وجبت ايه من عندك؟ ما تقول دور يا دي، انت عايز ايه؟ ها؟ عايز ايه؟ تكونش قد معذور في قرشين وجاي تتفلحص لي عشان تاخدهم مني؟ لا يا معلم لا. بصراحة أنا مغرم بالديناري. طول عمري بمشي وراه واتفرج عليه. يا سلام يا سلام، ما بيخش بخناقة بيشطبها بيجيب عليها وطيها. وأنا كل منايب أخدامه. خدامكم. كده هو خط لازم. ماله يا معلم؟ هو أنا لا سمح الله جاي لك وأنا خرع؟ لا. انا ما جيتش الا بعد ما جهزت وتوضبت، شلت حديد ولعبت بوكس لحد ما بقيت تمام التمام.
يعني عايز تبقى فتوه؟ لو رضيت عليا وقبلت تاخدني للمعلم. انت بتشتغل ايه؟ انا مكواجي. تصور طول النهار واقف محني على التزكه، هدمه ورا هدمه ورا هدمه، وانا واقف على رجلي واحده. بصيلي كده، انا مكواجي، انا العبان حركه، اضرب روسيات وبالكراسي وباللكاكيم اللي تخرشم من اول بنيه، بس جربني مش هتندم. انت فاهم يا ابني الفتوانه ضرب واخلاق؟ لا، الفتوانه اخلاق. احنا اللي بنحمي الحي ده كله، الناس دي كلها مسؤولة منا احنا. من عارف، ما تخافش، بس جربني هعجبك. الله يخرب بيوتكو، وانا كل ما اجي اقعد اسمع عمر اللي فات ما هيرجع تاني، عمر اللي فات ما هيرجع تاني. طب هيرجع تاني، هيرجع. ما تسكتوا صوت الهباب ده، وطوه شوية. انت تؤمر يا معلم. الله، انت تؤمر، تشاور كله تنفس. تحت امرك يا معلم. الله يخرب بيتك، انا قلت وطوه بس. وانا عملت ايه غير كده؟ ما انا وطيتهولك خالص اهو. طب يا اخويا بفوت عليا بالليل وانت موطي برضه. يعيش المعلم طباع الديك. الله اكبر. ايه ده؟ اوعى. خلي المعلم يعدي. اتفضل. الله أكبر. ربنا يخليك لينا يا معلمة. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوعى. مية مسا على العيون الكويسة. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جمعتكم الليلة عشان عملية جديدة مهمة قوي، وليا أنا بالذات. عملية محتاجة لواحد بس، وهو اللي هيقوم بيها. تحت أمرك. الفتوانة الحقيقية ما هيش بس قوة وشجاعة، فتوانة مجدعة، رجولة، أخلاق. ما تعلمناهاش إلا منك يا معلم. بس مش تقول لنا إيه هي العملية الأول يا معلمة؟ ده سر يا طباع، لكن اللي هيقوم بيها لازم يسمع كلامي وينفذه بالحرف الواحد، لأنه لو غلط هخلص عليه، وإذا نجح هيبقى دراع اليمين. يعني باختصار هو اللي هيخلفني بعد ما أموت. ده رأيي يا معلمة. ده انا طول عمري الراجل بتاعك، وانا اللي مملك كل الرجاله دول على الفرازه واحد واحد. ايه اللي حصل يا طباع؟ انت خلاص عجزت. عجزت؟ العمليه دي عاوزه واد شاب بفتك قلبه زي الحديد. مين فيكم؟ ايه، ولا حد فيكم؟ لكم حق، لازم تفكروا الاول. العملية دي اللي يقرب لها ولا ينجحش فيها هيموت، هيترمي رمية الكلاب، ولا حدش هيعرف له طريق جرة. ها، فكرت ولا لسه؟ مين؟ أنا يا معلم. التمينات. شطة الحجري. حجري؟ والنبي انت رملي، اقعد يعني انت ترزع بلا شلة حياة. انا بتكلم جد يا معلم طباع. سيدي المعلمين، من ساعة ما وعيت على الدنيا وانا بتمنى اليوم اللي اكلمك فيه واشوفك عن قرب. انا مش عايز من الدنيا غير انك ترضى عني وتعملني من رجالتك. اؤمر يا معلم، روحي ملكك. انت بسطولة ولا؟ لا، انا عارف اني جديد في الكار ولسه بحبي في الديل، لكن حقدر
وكل حاجة بإرادة ربنا. بس انت اخترت بإرادتك انت. ما ربنا اللي خلاني اخترت يا معلم، وانا جاي لك وشال رقبتي على كفي. عفارب ماشي الكلام، تبقى انت اخترت وانا وافقت. الله 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 الله. بس ما قلتناش برضو ايه هي العملية يا معلمة. بعدين هتعرفوا كل حاجة، لكن دلوقتي هيفضل سر بيني وبين الواد ده. اتفضلوا بقى من غير ما ترد. أخرك كده يا شاطر؟ بركيلي يا امه. الف مبروك يا عين امك. على ايه؟ خلاص بقيت من رجالتي الديناري. يا لهوي، ودي حاجه تفرح دي؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ برأي ايه يا امه؟ امال كنت عايزاني اعمل ايه؟ عايزاني طول عمري افضل مكفي على تزكيه المكوى. مش ده اكل عيشك يا ابني؟ ما هو ده كمان اكل عيش يا امه. هو انت فاهم الفتوانة دي لعب عيال؟ ده انت هتحط نفسك كل يوم في مصيبه. يا امه اطمني، ابنك يفوت في الحديد وبكره تشوفيني معلم قد الدنيا واجدعها شنب في الحته. يعمل لي الف حساب يا ابني. حرام عليك اللي بتعمله فيا ده، انا ما بقاليش غيرك. اخواتك البنات خلاص استتتوا في بيوتهم، ما فاضليش غيرك يا شاطر. ما انا هبقى معاك يا امه. هو انا هسيبك؟ ادعي لي بس ربنا يوفقني بكره. السلام عليكم. السلام عليكم. المعلم موجود؟ انت مين؟ قولي له خدامك شطل حجري. اتفضل يا ابني. عدم المؤاخذة يا معلم، جيت لك من غير ميعاد. لو ما كنتش جيت كنت قلت انك هربت. خدامك يا معلم. اغسل رجلي. ايه يا واد اللي خلاك تجازف بالشكل ده؟ عشان اكسب رضاك يا معلم. كذاب، انت كل همك تبقى فتوة، ولو انك بتفكرني بايام زمان كنت زيك مجنون. ايه مستعد؟ محسوبك جاهز، اشر وانا نفذ. خد دول، روح اشتري لك هدمة، عاوز اشوفك على سنجة عشرة. وانزل دور لي على احلى بنت في الحتة وتعالى قول لي هي مين. يعني هي دي العملية اللي كنت عايزني فيها يا معلم؟ ما تلتش كتير، انت تسمع الكلام وبس، فاهم؟ مع السلامة. فرحة أمك بيك يا شطر، جيت تشتغل في توة فاشتغلت لا مؤاخذة بقرنين. بقى هي دي الفتوانة يا معلم؟ دي الجدعانة والشجاعة والأخلاق؟ اخص اخص على الرجالة. قلت لك من الأول 100,000 مرة إن دي مش شغلتك.
عندك حق لشغلتك انت. ما لو كان عارف انك خاطبه كان ندهلك بدالي. طب ما انا اللي خد باله الرابعه الجمعات. طب والعمل يا اما هعمل ايه؟ ولا تسال فيه. ولا اسال فيه؟ ما اقدرش. انت عايزين تقم مني؟ ده هدد كل رجالته قدامي ولا واحد فيهم ايده يفتح بقه بكلمه. يعني هتدور له على اللي هو عايزه؟ انت يا شتا؟ ما هو مش ممكن يا اما تكون دي كل العمليه. اكيد اكيد وراها سر. وانا لازم اعرفه. نايم يا معلم. عليمة رزق كريم، انت عايز ايه بالظبط؟ عاوز اواعيك من المعلم. ما انتش قده. قول لي طلب منك ايه وانا ساعدك. ما تقدرش، دي عمليه كبيره عليك. لو كنت قدها كان المعلم كلفك بيها. كده يا سيروميو؟ طب بكره الصبح بقى انا اعرف كل حاجه. وليه بكره؟ ما احنا ولاد النهارده. اسمع، اوصل للمعلم قول له يحكي لك على كل حاجه. ده لو رضي. ولا ايه؟ لا ايه يا ايه ليه؟ قول لي يا شاطر، مين اللي ساكن في الدور التاني؟ عم تنعت بتاع الطعميه. تشكر. ايه اللي جابك بدري كده؟ خلاص بطلت شغل وبقيت صايع؟ مالك يا واد شايل عبد القادر كده ليه؟ قولي لي يا امه، تعرفي عم طناحي؟ بتاع الطعميه؟ اه. ايه اللي عرفه؟ ده راجل سكره. انا مجوزه له بنتين،
والتالتة هي اللي لسه فاضلة، أصغرهم وأحلاهم. اسمها إيه؟ وأنت مالك يا واد؟ دي مخطوبة. مخطوبة؟ مخطوبة لمين؟ للمعلم بتاعك الديناري. أهي دي بقى تبقى نمرة أربعة. مش معقول. مش معقول ليه؟ ده مش معقول ابدا، ده مستحيل. بنت عم طلاحي. هو انا تايه عنها؟ وداد مخطوبه للديناري؟ ايوه، وانا اللي خطبها له بنفسي. ازاي ازاي بس؟ اوعى يا واد تكون حاطط عينك عليه، اوعى، انت مش قد الراجل ده. انا مش فاهم حاجه. حد شافك ماشي وراها؟ لا. قلت لحد عليها؟ لا. تعجبني. خلاص خلصت المأمورية يا معلم؟ لسه. طلباتك؟ عاوزك تغازلها. اغازلها؟ ايوه، وحاول توقعها. بس من غير بس، اعمل اللي بقولك عليه. لكن يا معلم. مع السلامة. صدق اللي قال ان العاشق مجنون. يا لهوي الناس ما تخافيش، انا عاوز اكلمك ضروري. من المعروف بلاش، انت اصلك ما تعرفش حاجه. لا انا عارف كويس انك مخطوبه للديناري. بس ده سر. لكن عرفته. انت عايز مني ايه؟ عاوز اقابلك لوحدينا. يا لهوي انت كدبت يا جدعان. انت المغربية عند عطلة الدراميلي. مش حاجة. لازم تيجي، دي فرصتنا الوحيدة. مش عارف انا عايز ايه. لا مش عارف عايز ايه. طالب القربة يا جميل. كان غيرك اشطر. انا هتجنن من ساعه ما عرفت انك مخطوبه للديناري. طبعا عرفت من امك، مش ما جايبها السودة. انا مش قادر اصدق ان ورده زيك تسلم روح الراجل قد ابوها عشان يقطفها. ما اقدرش اقول لا، ولا حد في الحته كلها يقدر يقول لا. ده انا ابويا عيط على رجلي عشان اوافق. انا ما كنتش فاهم كده، كنت فاكر انك بتحبيه. ها؟ احبه؟ احب راجل على ذمته تلات نسوان؟ يبقى ما تسكتيش، لازم تعملي حاجه. حاجه ايه؟ ده انا بنت غلبانه وابويا راجل كبير، هنروح منه فين؟ اسمعي، لازم اقابلك تاني، من النهارده هقف جنبك. يا اخويا بلا شهامه فارغه، لا تودي نفسك في داهيه، انت مش قد الديناري. فوتك بعافيه. على عيني على عيني. حاضر حاضر. ايه؟ احمد طلبات اندهل المعلم. خير؟ مش شغلك، روح اندهله. حاضر يا فتاح يا عليم. ده عايزك يا معلم. خير يا ابني؟ اتفضل يا معلم. انت ازاي يا معلم توافق على جواز بنتك من الديناري؟ قوم معايا يا ابني. انت مين وعايز ايه؟ انت راضي يا معلم على الجوازه دي؟ كل رضا. انت دخلك ايه؟ لا انت مش راضي ولا حاجة، انت خايف. وانت مالك يا جدع انت؟ بنتي وانا حر فيها. تقوم تبيعها؟ دي لحمك يا معلم. ده جواز على سنة الله ورسوله. الديناري هو اللي بعتك عشان تجسني. روح يا اخويا قول له ان البنت بتحبه وانا شاري نسر. الله يخرب بيوتكم، انتوا بقيتوا نيلة كده.
نعيم انا معلم. انت جيت؟ تعالى. عملت ايه؟ حولت معاه. مفيش فايدة. البنت طلعت اخلاقها تمام. اخلاقها تمام؟ ولا انت اللي طلعت بقف ما عرفتش توقعها؟ بصراحة يا معلمي كان عشم يتكلفني بعملية تمتحن فيها قوتي ورجولتي، مش اجري ورا حرمة شمال ويمين. الرجولة يا واد مش هو، الرجولة ثقة. ولو انت بتفهم كنت اتبسطت اني استأمنتك على سر زي ده. سر؟ ايوه، السنيورة اللي بتقول عليها حرمة دي تبقى خطيبتي. يا ألف نهار مبروك. طب يا معلمي ولزومه ايه تخليني اعكسها؟ عاوز اطمن على اخلاقها واخلاقك انت كمان. واطمنت؟ لسه، خليك وراها يمكن توقعها. انا مجنون من ساعه ما شوفتك. انت كده هتودينا في داهيه. هو في داهيه اكتر من اللي احنا فيها؟ برضه ناوي تتجوزيه تاني؟ ده راجل ما عندوش اخلاق. تصوري طلب مني ان عكسك لحد ما وقعك وبعدين اروح افتن عليكي. وكان ليه ده كله؟ عشان حاسس انك مش بتحبيه فما عندوش ثقه في حد. وهو بقى عنده ثقه فيك مش كده؟ ما هو بيمتحن انا راخر، بس انا ما عادش يهمني لانه سقط من نظري. كنت فاكر اني هزيد شرف لما ابقى دراعه اليمين، يقوم اول حاجه يطلبها مني ان ابقى ندل وخباص وعديم الشرف. وهو هيسيبك؟ خلاص ما بقاليش عيش معاه. بس انا خايفه عليك. أنا مستعد، هو ده الحل الوحيد. بس هنروح فين؟ مفيش قصادنا غير العطوف. تعرف حد هناك؟ في تويته الكبير اسمه الشبلي. أنا معرفوش، لكن بسمع عنه كل خير. وحيرضى يحمينا؟ يحمينا ونص، أصله بيكره الديناري عمى. وأهلي؟ مش هيموتوا، بس إحنا اللي هنعيش. يا لهوي، بقى عايز تتجوز خطيبته وفاكره هيسكت لك؟ وهو هيجيبني منين؟ وانا هبقى في حمايه الشبلي. انت يا واد هتضيع نفسك وهتضيعني معاك. انا كنت بربيك عشان تسيبني؟ ما فكرتش فيا يا شطا. فكرت يا اما فكرت، بس مش قادر. انت نفسك ما ترضيش، ده داس على شرفي وكرامتي. يعني انت هتتجوزها عشان تنتقم منه مش عشان بتحبها؟ وغلاوتك عندي عشان بحبها. يعني خلاص مفيش فايده، نويت؟ ما هو مفيش قدامي غير السكة دي. قرشين كنت محوشهم لك عشان اجوزك بيه. دي شبكة المرحوم ابوك، ما عدتش محتاجها. اديهم لها يا حبيبي. ابعد عنك ولاد الحرام يا ابني.
السلام عليكم. وعليكم. الاقي عندك اوضه فاضيه؟ ومين مع حضرتك؟ قريبتي. قريبتك تبقى محتاج قطين. وماله؟ الدفع مقدم. طلباتك؟ في اوضه بباريزه واوضه بريال. انا اخد ام بريزه، لكن هي تقعد في اوضه بريال. مفتاح اوضتك 19 ومفتاح اوضه الست 18. خدمة تانية. عينيا. تعرف المعلم الشبلي؟ ومين معرفوش؟ ده في توت الحتة. طب يوصف لي اروح له ازاي؟ يا انا مسعد. وانا مسعد. تعمل يا سعادته. وصل الاخر المعلم الشبلي اوام. حاضر سعادته. تعال معايا. اطلعي انت ارتاحي وانا هروح. السلام عليكم يا معلمي. انت مين؟ انا جاي طالب حمايتك يا معلم. من مين؟ من الديناري. انت من رجالته؟ كنت. وايه اللي حصل؟ اتجنن. معقول يا رجاله اللي انتوا سمعتوه ده؟ هي دي الحقيقه يا معلم، انا ما كدبتش عليك. بس انت طلعت ابن لئيمه. انا ليه؟ ليه يا معلم؟ خطفت البنت بتاعته وجيت بيها جري على هنا. ودلوقتي بقى طلباتك ايه يا حبيب الغبرة؟ ما تنطق. انا امل يا معلم ابقى من رجالتك. كانش يتعز. اللي يخون معلمه ملوش مكان عندي. لا يا معلم انا ما خنتش، انا مرضتش ابقى نادل واقع حرمة في مصيبة. احنا بقى يعجبنا النادل اللي ينفذ الاوامر عن الشاه اللي بيخرج عن طوعنا. بس يا معلم ده الديناري كان عايزنا اشتغل حاجة تانية، انت ما ترضاهليش. صح، فدي بقى عندك حق. بالمناسبة انت كنت بتشتغل ايه قبل كده؟ مكواجي. مكواجي اتبيك كوت قلب الديناري، انما جدع ياض جدع. ده راجل خسيس وياما افترى على ناس ياما. راضي عني يا معلمي؟ بصراحة لا، ما هو عشان تعيش بينا مش لازم تبقى منا. يعني ايه؟ يعني هنشوف لك دكانه كده صغيره على قدك تكوي فيها الهدوم. الهدوم بس مش الزباين. اللي تشوفه يا معلمي. هات بقى العصايه يا روح امك. هات. ايوه. انت هنا بقى هتشتغل مكواجي وبس، والمعلم خلف هيشوف لكم اوضه تسكنوا فيها. على فكره انتوا اتجوزتوا ولا لسه؟
بكره الصبح هنكتب ان شاء الله. حلو، على خيرة الله ويبقى فرحك علي. يا ترى اللي عملناه ده صح؟ ما كانش قدامنا غير كده. أنا خايفة. تخافي وأنا جنبك؟ أيوة، بس الديناري مش هيسيبنا في حالنا، لازم هينتقم مننا. يا وداد، ده يمكن يكون بكرة، لكن الليلة جبت كده ليه يا معلش يا اسطى؟ جبت كام حته؟ اربعه. نقول لك جلابيه، خد فريرة على بيت المعلم حنفي. حاضر. صباحيه مباركه يا عريس. طباع، وجاي تقولها واخري كده ليه؟ انا متجوز بقالي 5 اشهر. ما رضيناش نعكنن عليك بدري، قلنا نسيبك شويه لحد ما تفوق من السكينه اللي سرقاك دي. انهي سكينه؟ السكينه اللي خلتك تفوت الفتوانه وترجع للمكوه تاني. اصلي لقيت ان الفتوانه بتاعتكم مش جايبه همها، بصراحه مش من توبي. الفتوانه محتاجه رجاله ما عندهاش اخلاق زيك كده. ولما انت عندك اخلاق اخويا بالشكل ده، ازاي تخطف بنته وهي على ذمة راجل؟ ما كانتش على ذمته. ايوه، بس كان قايل عليها. ما يقول على كيفه، هو الجواز بالعافيه بالفتوانه ده راخر؟ لا، بالاصول. انهي اصول دي؟ ما بتحبوش، بتكرهه، مش طايقاه زي ما انا مش طايقك كده. كده اهو. طب اسمع بقى الكلام المفيد يا شاطر. هما كلمتين اتنين، البنت دي لازم تطلقها. ليه؟ هو لسه عاوز يتجوزها؟ لا، بس مش عايزك انت تتجوزها. يا سلام يا اخي على الافتراء، انتوا فاكرين نفسكوا ايه؟ انتوا شويه صراصير وبورص. نعم، انت بتقول ايه؟ يالا انت اطرش. لا، طب اسمع بقى، روح قول للمعلم العرة بتاعك لو كان راجل بصحيح يجي لي هنا ويقول لي الكلام ده بعظمة لسانه. حكمتك يا رب، حكمتك صحيح. النملة طلع لها أسنان. مالك يا شطة؟ في ايه؟ مفيش. مفيش ازاي؟ هو انا مش عارفاك؟ الظاهر الديناري مش ناوي يسيبنا في حالنا. النهارده بعت لي طباع الديك يهددني. جالك كلامي؟ اهو ده اللي انا كنت خايفه منه. ملعون ابوهم كلهم. هيعملوا لنا ايه يعني؟ محدش فيهم يقدر يهوب هنا. دول بايعين كلام. بس كلام بيوجع يا شطة. وبعدين بقى؟ هو انا هلاقيها مني كل منهم؟ انا بصراحه مش مرتاحه،
حاسه اني عايشه على طول في رعب. رعب من ايه؟ ما انا جنبك اهو. لا يا شطه، انت اصلك ما انتش حاسس بنفسك. لو انت نايم جنبي بتبقى عرقان، مش من الحر انما من الخوف. انت بتقولي ايه؟ انا مش خايف وما يهمنيش حد. انا لو كنت جبان ما كنتش طوعتك وهربنا على هنا. انا بحبك يا وداد، بحبك وما اقدرش على بعادك ابدا. تقدري انت؟ حتى لو كنت اقدر دلوقتي مش ممكن يا شطه. الكلب الجبان بعد اللي كان عاوز يبقى دراع اليمين. جالك كلام يا معلمه؟ ما هو لو كنت اعتمدت عليا ما كانش حاصل اللي حصل. جرايه طباع، انت هتبكتني؟ لا مش قصدي يا معلمه، بس اللي حاسس في نفسي قوي ان واد هالفوت زي ده ياكل منك الجو. انت بتقول ايه؟ بقول اللي كل الناس بتقوله. اسكت يا طباع اسكت. لا مش هاسكت، انت لازم تشيبه. وطوله ازاي؟ انت ناسي اني اهله هنا واهلها كمان هنا. يعني ايه؟ هما دول اللي هيخلوه يجيلك على مالا وشه ويبوس رجليك كمان. عاوزنا اتعرض لهم؟ ما فيش قصادنا غير كده. من بكره طعماجي ابو البيت الدكانه بتاعته هتتكسر، والدلالة ام المحروس حبعت لها شوية نسوان يدبوها على تمام التمام ويحبسوها في البيت. نعمين يا حلوة. ربع جبنة بيضة واربع ترغفة وعسل وطحين. حاضر، انت تؤمر يا جميل. خد يا اختي فلوسك وتاكلي، بطلنا بيع. اللي بقى روح حركهم واشتري منها جاي. وبعدين في البت دي مش هتجيبها الا المشاكل. حقا يا اختي، هو ده معقول؟ هو الدينار هيسيبها ولا هيسيبنا؟ تعالى تاني يا صغير. هو احنا ما كناش بنات؟ شوف البت ماشيه ازاي ولا هاممها حاجه. والنبي معذور الوقت شاطر، دي البت زي قالب الزبده. زبده؟ بتتميل على خبتك. مساء الخير. ايه مالك؟ خلاص يا شطه، ما بقتش قادر استحمل. نسوان الحته بقى بتشتمني في السكه عن عينك، ما بقوش طايقنا يا اخي. ما يتفلقوا، هم اليوم عندنا ايه؟ لا يا شطه، احنا غلطنا، ما كناش فاكرين اننا هننكره بالشكل ده. معذورين، خايفين على روحهم من قعدتنا في وسطيهم. طب عايزين اعمل لك ايه دلوقتي؟ اخدك واهرب بيكي تاني وباللي في بطنك؟ هنفضل طول عمرنا هربانين؟ الله، اهلا اهلا وسهلا يا معلم. يا ساتر، خطوه عزيزه. عز مقدارك اخويا. اتفضل اتفضل. متشكر. ازيك يا عروسه؟ تسلم يا معلم. يلا يا وداد اعمل لنا كوبايتين شاي بايديك الحلوين. ملوش لزوم. لا ازاي، ما احبش اتعبك. تعبك راحه يا معلم، ده انت اللي حمينا. معلش مش وقته، عدم المؤاخذة، أنا جيت في وقت كده مش مناسب. أصل عندي خبر مش ولا بد. إيه خير يا معلم؟ هو ديناري يجي من ورا أي خير؟ ديناري؟ حصل إيه؟ كلب الجبان باع شوية بلطجية هدد أبوك بلاك. يا لهوي، والعمل؟ عمله أسود. اسمع يا شطة، مفيش غير حل واحد، أنت من بكرة تروح الحتة بتاعتكم. أروح إزاي يا معلم؟ تتسحب بالليل تروح تجيب امك وابوها، والفجر تكونوا عندي هنا. او النبي يا شطر، وعروستك في حمايتي في عينيا. قلت ايه؟ بس يا معلم ما فيهاش بس، اذا كانت انت امك ما تهمكش، الغلبان ابوها ده ذنبه ايه؟ على اي حال انت حر، انا حكيت لك اللي حصل، واعمل انت بقى اللي انت عايزه. دي ما بقتش عيشه دي. شفتي كان بيبص لك ازاي؟ عينه تتدب فيها رصاصة. فاكرنا عبيط؟ هصدق كلامه وارجع للحارة عشان يستفرد بيكي. احنا الاتنين لازم نرجع يا شطر، ذنبهم ايه؟ اهالينا اتعذبوا بسببنا. عايزانا نرجع للديناري واحنا متجوزين؟
انت عايز يطلقنا؟ ابويا هيتقتل يا شهده. واحنا كمان لو رجعنا هنتقتل. انتوا لازم اتجننتوا. الجنان يا معلم اننا نفضل عايشين هنا مرتاحين واهالينا هناك بتتبهدل علشاننا. لا جدع يا واد والله وشام، يعني هتروح للديناري وخطيبته على ذمتك؟ ما بقتش خطيبته يا معلم، دي مراتي. وهو هيرضى انها تفضل على ذمتك؟ غصب عنه، ما دام انا مش هطلقها ايه اللي هيقدر يعمله؟ يعني لو امرك تطلقها هتعصى اوامره؟ واوامر اللي خلفوه كمان. طب انا لو امرتك تطلقها تعصى اوامري؟ وايه اللي يخليك تامرني بكده؟ ده احنا في حمايتك. مزاجي. اصل بصراحه بقى انا مستخسرها فيك. الله يسامحك يا معلم، انا بتكلم بجد مش بهزر. انت لازم تطلعها وهنا. بس ده ما يرضيش ربنا، ده حرام يا معلم. حرمه عليك عيشتك يا اخي، افهمني، علشان لما تبقى راجع معاك تبقى راجع بخطرها، مش راجع غصب عنها لانها مراتك. غصب عنها ازاي؟ دي هي اللي عايزه ترجع. ما هو من غلباها، واكيد بكره تغير رايها وتقعد معانا هنا على طول يا معلم. هي كلمه واحده، تطلقها يعني تطلقها. انت غلطان انك رحت له، ما كانش في داعي ابدا تعمل للكلب ده قيمه. انت عايزاني اعمل ايه يعني؟ انت ناسى اني هنا لوحدي وان ماليش صاحب واحد في الحته كلها؟ يلا انا جاهز. يلا بينا. اتفضل يا سيدنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. عندك حق يا سيدنا، بس هنعمل ايه بقى في القسمه والنصيب؟ نصيبك كده يا شطر. مش هطلق. انت متاكد؟ مش هطلق. جزاك الله خيرا، نعم الصواب يا ابني. السلام عليكم ورحمة الله. لو انت فتوى بصحيح ابعد رجالتك دول واستنى هنا لوحدك. اما انت اناني قوي، الرجالة جاية تتفرج، سيبها تنبسط. كيفك؟ الزم راحت المعزوله الثانيه تطلعنا. استحيل هطلقك. Thank you.
وسهلا يا ألف أهلا يا ميت أهلا وسهلا. ياه ده انتوا لكم وحشة بشكل. أنا برضو كنت بقول كده، مش انتوا اللي تقدروا على الغربة دي. أهلا بالعروسة. يا خبر اسود، كل دي شوارع؟ ده انت محتاج للبلدية تسفلتك. انت عادل يا طباع. معلش قلب عندكو صراحة كده، انا انتوا صعبانين عليا قوي. بطل شماتة. شماتة؟ اخص عليك يا شطه، انا برضو اللي اشمت فيكو. انت نسيت يا واد ان انا اللي خدتك من ايدك يوم ما بوست رجلي عشان اعرفها بالمعلم؟ نسيت ان انا اللي حذرتك يوم ما جيت تتنطط وسطينا زي فرقع لوز وتقول له ما فيش غيري يا معلم؟ بس جربني بقى بعد ده كله، انا اللي اشمت فيكو. اغصى عليك يا شطه، اما انك راجل ندل صحيح. طب اوعى من سكتك. لا 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 لا، انا واخد على خاطر منك خالص يا شطه. صدقني يا عروس، انا كنت بعتبر جوزك ده زي اخويا تمام. اللي زعله يزعلني، اللي يلمسه يجرحني، اللي يمس عرضه كانه اعتدى على شرفي. احرص، انا اشرف من نسوان الحته كلها. يا اخي ما هو باين. الكتره بتغلب الشجاعه يا طباع، لكن ورحمه شرفك مسير اخد بطاري. طول عمرك جدع شطة. غصب عنك وعن المعلم بتاعك. لا 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 لا. طب وليه الغلط ده؟ ده المعلم زعل عليكوا قوي لما عرف اللي جرالكوا. لا فيه الخير، بس قول للمعلم بتاعك لو كان هناك لوحده كان انضرب زيي. اصل الكلب يا طباع ما هوهوش اللي قدام بيته. يلا يا وداد. طيب يا اخويا روح هوا. ايه يا شطة، انت مش هتطلع معايا؟ مش قادر اوري وشي لابوكي. وانا كمان خايفة مش قادرة. مفيش قدامنا غير كده، لازم تطلعي وانا هروح اطمن على امك. حسناك هنا. سامح ربنا يا بنتي. انا تعبت قوي يابا من يوم ما بعدت عنك. عارف يا بنتي عارف، فاتت عليا ليالي ما كانش بيطلع لها صبح. تعبت وتعذبت واخرتها انت اللي غلطت يا وداد. لو كنت اتجوزت الدناري ما كانش حصل ده كله. انا من ساعه الفضيحه وانا قافل دكاني ومش قادر ارفع عيني في وسط الناس. ليه عملت فيا كده؟ ليه سبت الراجل اللي كان ممكن يحميكي ويحمينا بدل الواد الصايع اللي هربت معاه؟ يا بحرام عليك، ما تظلمش شطة، احنا الاتنين بنحب بعض وهنفضل جنب بعض مهما حصل. شطة جدع شهم، لو تعرف دافع عني قد ايه، ده كان هيموت في ايدين رجالة الكلب الجبان. يابا صدقني الدناري زي الشبل تمام، الاتنين ما يتخيروش عن بعض ابدا. لا يا بنتي
الديناري كان طالب جواز. يابا الجواز اللي بالغصب زي اللي اعطيتها على العرض. الديناري كان هيعمل نفس اللي عمله الشبلي بس بورقه من عند المأذون. ربنا يخليكي ليا. ربنا يهد القوي. ما تعيطيش ياما، الجروح دي كلها يومين وتروح. المهم الجرح اللي جوايا. انت لازم تطلقها يا دناي. هتعيش معاها ازاي بعد اللي حصل ده؟ ما تقوليش كده ياما، وداد ملهاش ذنب. اللي حصل ده ممكن يحصل لاي واحده طول ما الدنيا مليانه كلاب سعرانه. بس ده شرفك يا ابني. شرف اهو ياما، شرف اهو ياما. مفيش قوه في الدنيا توسخ شرف الراجل اللي زهوه بقى بنفسه. انت فاكره الشبلي ولا الديناري دول شرفه؟ ابدا، من غير رجالتهم ما يسووش حاجه. كفايه اللي عملوا فيك الديناري بعد انا ما مشيت. عمل ايه يا ابني؟ ده راجل نزيه، ياما سال عليا ومفيش مره جاي يزورني فيها وايده فاضيه ابدا. انت بتقولي ايه؟ انت ما سمعتيش ان رجالته راحوا لعمي طناحي وهددوه بالقتل؟ مين يا ابني اللي حط السم ده في ودانك؟ ده انا كل يوم كنت باكل من عند الطناحي، والديناري طول ما انتوا غايبين واخد باله مننا. فهمت، يبقى الشبلي كان راسم لها من بدري. دي لازم وداد، خليك تزوق معاها ياما. قهوتك عارفاها، بتحبها زيادة. تسلم ايديك يا مشطة. عن اذنك يا معلم. اللي يخرج من داره يتقل مقداره. ساعات الظلم يخلي الناس تسيب بيوتها واهلها. مين اللي ظلم التاني؟ انا ولا انت؟ انا اللي خنت الامانه؟ انا اللي طمعت في حاجه مش بتاعتي؟ يا معلم مفيش امانه من غير كرامه، وكمان مفيش بني ادم يقدر يملك بني ادم. هو الشبلي علمك الفلسفه ولا ايه؟ ما تكلمنا عربي. بالعربي وداد حبتني واستنجدت بيا، كان لازم اقف جنبها واحميها منك. مش هي دي برضو اصول الفتوانه ولا ايه؟ بس انت ما وقفتش جنبها، انت هربت معاها، ودي بقى اصول المعيله ولا ايه؟ لو كنت عيل زي ما بتقول كنت خفت منك ولا سالتش فيها. بس فاتك ان كان ممكن افش غل في اهاليكم، لكن انا مرضتش. الفتوى الحقيقي هو اللي يحمي الحي مش يأذي اهله. جميلك فوق راسي يا معلم. المهم ايه المطلوب مني دلوقتي؟ كلمة واحدة مفيش غيرها، من بكرة الصبح تاخد مراتك في ايدك وتتكلوا من هنا. وعدكم في وسطينا هيحرق اهل الحتة. انا استحيل امشي من هنا. هتمشي غصب عنك. الكلام ده كان زمان. انا خلاص بعد اللي حصل ما عادش يهمني اي حاجة ولا الموت نفسه. اما تلم صحيح، انت لسه يا واد مش عاوز تعترف بغلطتك؟ انا ما غلطتش، انا عملت اللي يرضي ضميري. ويا ترى ضميرك دلوقتي ارتاح بعد الفضيحة اللي حصلت؟ الفضيحة دي ما كنتش انا المقصود بيها، كنت انت يا معلم. انا؟ ليه بقى ان شاء الله؟ لان الشبلي ما اعتداش على مراتي، ده اعتدى على خطيبتك. انت بتقول ايه؟ هي دي الحقيقة. انا لو كنت اتجوزت واحدة تانية ما كانش يفكر يأذينا. انا فاهمك كويس قوي، انت عايز تطردنا من الحتة عشان ما نفكرش الناس بخيبتك. اخلص يا القهوة يا معلم. ادفعيها انت. لازم تفهم يا معلم ان سمعتك اتهزت خلاص، ما بقتش الديناري بتاع زمان. عارف ليه؟ لانك خايف تاخد بطارك وطار الناس اللي عايشه في حمايتك. وطارك انت هتسيبه؟ مش انت جوزها ولا انا؟ ومين قالك ان حسيب الشبلي يفلت من ايدي؟ انا بس مستني لحد ما اخف، وساعتها مش محتاج اي مساعده من حد، وبالذات انت يا معلم.
مع السلامة يا معلم. ده اللي ما عملتش حسابه يا طباع. احنا خلاص بيتنا راحت يا معلمة، لا يمكن نسكت على كده. كل ده من الواد اللي انت لقحته عليا. وانا يا معلمة كنت بشم على ظهر ايدي، هعرف منين انه هيجيب لنا المصايب دي كلها؟ والعمل دلوقتي يا طباع لازم نرد على القلم ده بقلم ينزل على قفا الشبل يلوحه ويدخله الجحر تاني. يبقى نلم الرجاله ونكبس عليه ونعملها مذبحه. لا مش للدرجه ده يا معلمة، بلاش الحكايه تكبر بالشكل ده. ما هو اللي ابتدى. معلش خليك انت الكبير وانا راني اشارتك. انا هعمل له عملية صغيرة هتكويه. والله القشطة وحشتني قوي يا رجالة. ليك انت اللي وحشتها يا معلم. تصبحوا بالخير. ما بدري يا معلم. بدري من عمرك. اصل الطسم لعلعه اخرك كده يا شاطر. كنت عند عم طناحي. الراجل لسه متضايق قوي يا ام، مش قادر ينسى. برضه مش عايز يفتح الدكان. انا قلت له اقف اساعده في المحل، مفيش فايده. معلش يا شاطر، الراجل معذور برضه، هو اللي حصل له كان شويه. وودات كمان حالتها مش عجباني، وانا بكلمها كانت سرحانه مش سامعاني. معلش بكره انا هروح ازورهم عشان اطمن عليهم. يا ريت يما بالمره كده تخلي وداد تيجي تعيش معانا هنا، خصوصا انها حامل. منك يا شطة، حقك علي يا حبيبي، مش قصدي. قوم يا عم صلاح يفتح دكانتك، نفسي ادوق طعميتك الحلوة. اعفيني يا معلم. ارجوك يا معلم ما تكسفنيش امال، النهاردة عيد لها الحتة كلها.
المعلم طراحي كبر يا شطة ومحتاج للي يساعده. من النهاردة هقف جنبه في المحل. هجهز الاكل اهو. لا ما تتعبيش نفسك، ماليش نفس. ليه يا شطه؟ تعبان مع عمك طناحي في الشغل؟ لا ابدا، ده راجل طيب وشايلني فوق راسه. وداد هي اللي مش عجباني. مالها؟ ما بقتش وداد بتاعت زمان، بقت ممقوته وتصعب على الكافر. طب والعمل؟ والله ما انا عارف يا اما. ما هي كمان مش طريقه، كل واحد منكم عايش في بيت. اسيبك يا اما؟ يوه، يعني انا هخاف يا ابني؟ ده انا خوف الشبلي نفسه. اسمع يا شطة، دي مراتك يا حبيبي، لازم تروح تعيش معاها هناك لحد ربنا ما ينتعها بالسلامة. مساء الخير يا عم طناح. يسعد مساك يا شطة يا ابني. انت كل ليلة هتيجي متأخر كده؟ اعمل ايه في زباينك اللي بيسهروني؟ اتفضل الحساب. ايه ده كله يا شطة؟ الخير على قدوم الوالدين. من يوم ما اشتغلت معايا والاشياء بقت معدن. اصلك انت كنت زمان يا عم بتقفل من المغرب. غصب عني. انت ناسي ان انا راجل عجوز؟ البركة فيك بقى يا ابني. هي وداد نامت؟ قعدت مستنياك لحد نص الليل وبعدين دخلت اوضتها. تصبح على خير. وانت من اهله؟ لسه صاحية؟ مش عارفة يا شطة، أنا تعبانة أوي اليومين دول. ولسه هتتعبي أكتر لما الولادة تقرب. مش ده اللي تعبني. أمال إيه؟ مش عارفة، زي ما تكون في حاجة ناقصاني. عارفة إيه اللي ناقصك؟ أنا وداد. في ليالي بفضل سهرانة أبصلك، ببقى نفسي أقرب منك، لكن بحس إني في حاجة منعاني. ساعديني يا وداد، ساعديني. أنت ناسية إنك مراتي؟ مش ناسية، وده اللي معذبني أكتر. تفتكر أنا كمان مش بتعذب؟ اللي حصل لنا ده كان فظيع، فظيع قوي، مش هنقدر ننساه ابدا. لحد امتى؟ لحد امتى؟ لحد ما ابننا يبقى في وسطينا، يمكن ساعتها نقدر ننسى. تصبح على خير يا ابو رعي. مع السلامه يا معلم. ان شاء الله تكون ما بردتش. لا ما بردتش، بس بطانيه مليانه حمل. نلف مسانك يا قدام المعلم.
جرى ايه يا رجاله؟ مش كده، خليكم خفاف عليه، ده راجل مسلم النمر. وانتم مسلمين اليوفر. فهمنا يا معلم، كان لازمتها ايه زياره اخر الليل دي؟ وحشتني، قلت اسال عليه. يا سلام، سالت عليك العافيه يا اخويا. قولي اخبار رجالتي اللي عندكم ايه؟ قصدك الرهاين؟ ده احنا هنحاكمهم قريب بتهمة الجاسوسية. اسمع يا روح امك، لما اعتقك تروح لسيدك وتقول له عايز اتكلم معاه راجل لراجل مش راجل لمرة. ويجيلك ليه؟ مش انت اللي عايزه؟ ما تروح له انت، ولا انت خايف؟ الشبلي عمره ما يخاف، بس بيقرف. بتقرف؟ يبقى خلاص يا اخوي، لا تروح له ولا يجيلك. تتقابلوا على ارض محايدة وبدون جمهور، سويسرا. والله زمان يا ديناري، بقالنا سنين ما تقابلناش. مسير الحي لا، ده لو فضل حي. مفيش حي بيموت قبل ميعاده. انا معاك، بس في ناس اغبية بتستعجل موتها بايدها، وفي ناس فاكرين روحهم رجاله بشنبات وهم كلاب سعرانه بتنهش في الغلابه اللي بتحتمي بيهم. قصدك ايه؟ قصدي انت فاهمه كويس يا شبلي اللي عملته مع شطا ومراته ده. قصدك خطيبتك؟ ولو، بس ما كانتش حركة مرجلة منك. أنا كنت معذور، الشيطان غواني والبت قشطة وأنت مش قدها، قلت أساعدك أقوم بالواجب. أنت ما اتغيرتش زي ما أنت، لسه وسخ. وسخ، بس بشرفي ليلتها كنت مستحمي. انا غلطان اللي جيت اتكلم مع واحد زيك. طول عمرك بتغلط، ما انتش عارف عايز ايه، نسوان ولا رجاله. مره عايز تتجوز واحده بالعافيه، ومره تخطف رجاله من عندي. انت لازم كبرت وخرفت. معاك حق، انا حوريك خرفت ازاي. اسمع يا ديناري، رجالتي لازم ترجع. بصراحه ما قدرتش، وانت عارف ازمه الشغالين من دول، وانت بتقول ان انا كبرت، يعني محتاج للي يخدمني زي ما كنت بتخدمني زمان. يا ترى فاكر ولا نسيت؟ وانا عمري انسى يا معلم افضالك عليا، لما كنت عاملني مسخه في الحته كلها. بس دي ايام بقى راحت وعمرها ما هتعود. مش عاوزك تطمن قوي كده، ده الزمن غدار. وانا بقى دلوقتي محدش يقدر يهزلي، لا انت ولا الزمن بتاعك. ورجالتي هترجع. انت الظاهر بتحلم كتير اليومين دول يا اخي، بتغطى كويس قبل ما تنام كده. طيب يا ديناري، انا رجالك وهخلي لك عليها وطيها.
مرحبا معلم. عاوزك في كلمتين يا شاطر. تحت امرك. خلي بالك كده من طاسه. حاضر يا معلم. انت بلغك طبعا ان انا قابلت الشبلي؟ ايوه، وبلغني انه ناوي يهجم على الحته برجالته. عشان كده انا عاوزك تاخد مراتك وتمشي من الحته. ايه يا معلم اللي انت بتقوله ده؟ انت كده بتصغرني قوي يا شطا. الحرب دلوقتي بيني وبين الشبلي والناس كلها عارفه كده يا معلم. ده اليوم اللي كنت مستنيه بفروغ الصبر عشان اخد بطاري، عشان ارجع ارفع راسي في الحته تاني. ازاي تضيع مني فرصه زي دي يا شطا؟ كفايه اللي جرالك من تحت راسي يا معلم. انت مالكش ذنب، انا اللي جيت لغايه عندك وطلبت منك ابقى دراعك اليمين، لكن الظروف هي اللي فرقت بينا والايام جت عليا. لكن هوجي اليوم اللي اثبت لك فيه اني لسه دراعك اليمين. يبقى تعدي عليا الليله، انا مستنيك. ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ حاسه بحاجه؟ شويه. تحب اندهلك حد؟ ما افتكرش الليله. ما كنتش عارف ان الوقت ضيق كده. ليه؟ الشبلي هيهجم على الحته بكره عشان يخلص الرجاله بتوعه. طب واحنا مالنا؟ واحنا مالنا ازاي؟ بقى الشبلي يجي لغايه هنا وعايزاه يفلت من ايدي. طب وانا ولا بطني؟ هتسيبني عشان تروح تنتقم منه؟ لازم اموته في اليوم اللي هيتولد فيه ابني. يعني ابني هيتولد مع الموت يا ربي؟ لا، هيتولد في اليوم اللي ابوه هيرفع راسه فيه. انا خايفه يا شطه، خايفه. ما تخافيش، ما تخافيش يا وداد. بكره ابننا هيتولد وهتتولد معاه حياتنا الجديده، والكابوس اللي عشنا فيه طول المده اللي فاتت هينتهي. يا بنتي شاطه فين؟ شاطه فين؟ شعر ولا داء رحم. Ah!
الحمد لله على سلامتك. تسلم. ده الشتا الصغير. شبلي شتى انتهم للشرف وللحته كلها. شتى عش راجل ومات راجل. مات راجل يا وداد. لكن مات. شتى عمره ما حيموت يا وداد. شتى حيعيش في قلوب اهل الحته كلها وقلبي انا اولهم. وابنه ده انا المسؤول عنه. انا اللي حربيه. حدي له كل اللي عندي. لا ابن شتى لازم يعيش. مش عايز يموت زي ابوه. لازم يضرب ابنه جنبي بعيد عننا. يعني هتسيبيني يا وداد؟ هتسيبي بيتك واهلك والحته اللي عشت فيها طول عمرك؟ انا بيتي واهلي وحتتي هيبقوا في مكان مفيهوش لا كره ولا دم. مكان يتربى فيه ابني وانا مطمنه. انا بقيت ام عايز ابني يعيش مع ناس تعلموا الحب مش تعلموا القتل. حضر اسمع لامتى؟ عمر اللي فات ما حيرجع تاني. يا معلم طباع، انا عارف ان الاكل ايدي اليمين بتاع المعلم ديناري. انا بقى حنفي الابيض، وبصراحه انا مغرم بالمعلم قوي وعايز ابقى من رجالته. انا بشيل حديد وبلعب بوكس وعجبك قوي. وجرى ايه للدنيا؟ الناس كلها بقت في تواد. امال مين اللي هينضرب؟